فقرة زوايا اليوم علي موضوع مهم جدا منتشر في الفترة الأخيرة وبشكل كبير، رغم بأن العصر تقدم والعقول نوعا ما تنورت. كثير من الناس في عصرنا اليوم يستغربوا من فكرة الإجبار في الزواج أو فرضه على الأبناء، ونحن في القرن زي ما نعرف 21. المشكلة الأكبر في زواج القاصرات، هذه المشكلة اللي صعب نعتبرها مشكلة فردية لأنها هي ضحية في المجتمع وبالتالي تأثر على كل فرد في مجتمعاتنا. بالضبط، تعبير احنا خاشين على 2021 وزواج القاصرات ظاهرة ما زالت تفتك بمجتمعاتنا وتشكل أزمة كبيرة في تنمية وتطوير المجتمع. وحتى صحيا كنا نعرف أن الدراسات العالمية أكدت تأثيراتها على صحة المرأة ونفسيتها وربما على فرص الإنتاج، وأيضا في المجتمعات الأقل حظا. طبعا احنا نقصد بالإنتاج هنا هي أن المرأة تكون مساهمة في المجتمع وتنمية المجتمع بشيء يفيدها. الاتحاد النسائي في بلدية غات أطلق حملة توعوية حول زواج القاصرات داخل المجتمع الليبي، حملة وكانت تحت شعار مش قبل 18 سنة. تضمنت هذه الحملة ندوة حوارية تناولت الأبعاد الدينية والقانونية والاجتماعية والنفسية لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى التأثيرات الصحية على المرأة المتضررة. طبعا الحملة اشتملت كذلك على معرض رسومات فنية وقيمة على هامش الندوة الحوارية يجسد مآسي زواج صغيرات السن داخل المجتمع. احنا اليوم حنتكلم على الحملة هذه وعلى الموضوع بشكل موسع مع المشرف العام للحملة الأستاذة زمزم فاضل اللي تنضم معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك أستاذة زمزم. مساء الخير أستاذة. أهلين، مساء الخير، كيف حالكم؟ مرحبتين بك، الحمد لله. اليوم طرحنا موضوع قضية أو مهمة جدا أو ظاهرة زي ما نقولوا. أنا حابة نسألك بداية من هذا السؤال أو من هذه النقطة بالتحديد، يعني المجتمع أو المجتمعات العربية بشكل خاص ترفض الطلاق في المجتمع، تعتبره أحيانا عيب، ولكن في نفس الوقت تقبل بهذا الزواج ألا هو زواج القاصرات، فبالتالي يصدر عنه مطلقات في المجتمع. ما رأيك في هذه النقطة أو في هذا التناقض؟ طبعا زي ما نعرفوا أختي أن الزواج أصبح في المجتمعات العربية هو عبارة عن فكر على الفتيات، يعني بس هو يتهرب من أن البنت تكون عندها مشاكل في المستقبل لا سمح الله، أو أنه هو في مشاكل اقتصادية تكون عندها ليه، أو أي مشاكل أخرى تهدد طبعا من حالة لأخرى، فإنه هو يلجأ لزواج الفتاة في عمر مبكر هروبا من عدة مشاكل، وفي نفس الوقت يفضل إنه هو يزوجها أفضل من إنه هي تكمل دراستها أو تحقق ذاتها في المجتمع. فهذه ظاهرة منتشرة في الوطن العربي وأخرى أصبحت موجودة بشكل كبير في ليبيا. طيب احنا في 2020 خاشين على 2021 وقاعدين نتكلموا على موضوع مفروض منهي من سنين اللي هو زواج القاصرات. احنا طبعا قبل شوية كنا نشوفه في فيديوهات من الحملة اللي درتوها والندوة اللي درتوها، لكن نبي نسألك هنا، يا هل درتوا دراسات على الموضوع هذا وعندكم أرقام على نسبة زواج القاصرات اللي موجودة في ليبيا اليوم، مش نقدروا نتكلموا على الموضوع إن لا هذه ظاهرة وفعليا موجودة بشكل كبير في ليبيا؟ حقيقة أول حاجة أنا حابة أنوه على أن الحملة مش قبل 18، هي مجموعة من مؤسسات مجتمع مدني نسائية على مستوى ليبيا 33 مؤسسة من 2019 قائمة بالحملة. طبعا جت الحملة نتيجة ارتفاع زواج القاصرات في ليبيا حسب دراسات قامت بها مؤسسات في طرابلس وفي مدن كبيرة في الشرق. بعد ما داروا دراسات هم وزاروا المحاكم وجابوا مجموعة من الأعداد سجلت لطلاق زواج صغيرات في السن وتزويجهم ومشاكل صايرة معهم، اتفقوا أن هم يبدوا حملة مع بعض على مستوى ليبيا، الهدف منها اللي هو تعديل قانون الزواج في ليبيا. في الأغلب يعرف أن قانون الزواج في ليبيا لا يسمح بتزويج فتيات صغيرات ما عدا في مادة جيم قانون تعطي حق للقاضي انه هو يزوج الفتاة اذا رأى ولي الامر مصلحة في ذلك. فهذه الثغرة اللي موجودة في القانون الليبي هي اللي سمحت بتزويج عدد اكبر من الفتيات داخل المجتمع.